الأحلام عن حقوق الصحافة الحرة، ونسمع كل كافة الشهداء المعتقلين السياسيين والحرية، ونعتق كافة المعتقلين السياسيين ونسمع كل كافة الشهداء. أولا تواجدنا هنا كجمعية وطنية لحماية الشهداء المعتقلين فرح فاس، استجابة للدعوة ديال عائلة الشهيد الكشيف بن عيسى أولا، ثانيا قناعتنا كمناضلين ديال الجمعية والمطلب ديال والمطلب العادل ديال العائله قدش الحقيقه كامله. بالاضافه ما يمكننا ان نضيف هو ان رؤيتنا كمناضلين داخل الجمعيه انه لن يتوقف هذا المطلب فقط في محاكمه شخص او ما الى غير ذلك، بقدر ما هو كشف الحقيقه كامله وكشف جميع المتورطين في الاغتيال بمن فيهم من امر بالتنفيذ، الا وهو الاديال ديال النظام القائم في المغرب. صراحة أولا ما يمكن تأكيده من داخل الجمعية هو أن من يمسك الشهيد يتبع خطاه أولا، وأن من يمسك الشهداء الشعب المغربي هو الشعب بحد ذاته بنضاله وبتضحياته، هذا من جهة. ثانيا يبقى المطلب ديال المحاكمة العادلة هو جزء بسيط من كشف ديال الخيوط ديال الاغتيال وفقط، لكن الحقيقة كاملة بإظهار جميع المتورطين في الاغتيال ولا نوقفها عند شخص معين أو ما إلى غير ذلك.